ضمن فعاليات أيام الفن التشكيلي السوري التي تقيمها وزارة الثقافة، استضافت مديرية الثقافة في محافظة الحسكة في قاعة المعارض ملتقى الفنان العالمي عمر حمدي للفن التشكيلي الرابع. ملتقى الفنان العالمي عمر حمدي طبعا أصبح تقليد سنوي في محافظة الحسكة ليجمع فناني الحسكة من جميع الأجيال. طبعا وهذا يعني نحن نتقصد انه نحن نجمع جميع الاجيال في هذا الملتقى السنوي، وهذا العام اصبح يعني ضمن فعاليات ايام الفن التشكيلي السوري ضمن احتفاليه مركزيه على مستوى وزاره الثقافه. صاله المعرض حفلت باعمال 12 فنانا وفنانه من فئات عمريه مختلفه، شاركوا باعمال فنيه منوعه من مدارس عده ما بين الواقعيه والتجريديه والتشكيل الفني، وعبرت عن مواضيع وطنيه وقوميه وتراثية ومنعكسات الواقع ورسومات البورتريه. خلال المهرجان عم نلتقي مع الجيل السابق والجيل اللاحق، فيصير التقاء حضارات فنية، بالإضافة لأني دائما نواكب التطور، نواكب توثيق اللحظة اللي هي أحيانا مثلا وضعنا بسوريا، غرق المراكب، الحرائق بالساحل، إحنا كفنانين شغلتنا توثيق اللحظة، نستفيد منها كحركة فنية للبلد اللي إحنا عايشين فيه رغم الصعوبات اللي قاعد نمر بها. فعاليات الملتقى تستمر خلال الأيام القادمة بإقامة محاضرات وندوات للفن التشكيلي والنحت ومدارسه، وتختتم بإقامة معرض لنتاج الفنانين المشاركين في ورشة الرسم. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة.